السلام عليكم يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي، شاركنا طعام الغداء. جزاك الله خيرا، أنا والحمد لله صائم اليوم. ما شاء الله، تقبل الله منك. ما الأمر يا عبد الرحمن؟ ما بال ثيابك تعلوها هذه الذرات البيضاء؟ هذا ليس ترابا فيما أظن. لا، ليس ترابا، بل هو دقيق، فأنا أساعد أهل بيتي في إعداد الطعام، وكنت أعجن لأصنع خبزا. تعجن؟ وما هذا؟ أنت تطعم الحصان بنفسك أيضا؟ وما المشكلة؟ عفوا، ولكنني أعلم أنك من أغنى أهل المدينة، ألا يمكنك أن تستأجر خادما ليساعدك في هذه الأمور؟ وهل أنا أفضل من سيد الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أفهم ماذا تقصد. باختصار، لقد كان عليه الصلاة والسلام يعاون زوجاته في كل أعمالهن المنزلية. اسمح لي أن أسألك سؤالا آخر. تفضل. هل حكى لك جدك عثمان بن عفان كل هذه الأمور؟ لا تنس أن أبي أبان بن عثمان هو أول من بدأ تدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير باختصار لو سمحت، أخشى أن يحترق الخبز، ولذا لابد أن أدخل بعد قليل. اليوم هو يوم الخميس، لماذا لم تصم كما اعتدت؟ بعض أقربائي جاءوا لزيارة المدينة المنورة، وكان لابد لي من استضافتهم، ولهذا رأيت أنهم قد يشعرون بالإحراج لو اعتذرت عن تناول الطعام معهم بحجة الصيام، كما أن في استضافتهم وإكرامهم أجرا أيضا، أليس كذلك؟ بالطبع يا ابن أبان، بالطبع، أثابك الله ونفعنا بعلمك وحكمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.